بعد الضربة القوية اللي وجهتها شاكيرا لبيكي بأغنيتها الأخيرة، قرر بيكي أنه يقلب المعادلة لصالحه ويتعاقد مع شركة كاسيو للساعات ويكسب المال، وهالشي بعد ما وصفت شاكيرا حبيبة بيكي الجديدة بساعات كاسيو وقالت عن نفسها أنها ساعة رولكس. وهون ساعات كاسيو ردت على شاكيرا وقالت لأنه بطارية الساعة بتدوم أطول من علاقة شاكيرا وبيكي، ونشرت صورة شاكيرا وبإيدها ساعة كاسيو وكتبت: تذكري أنك أنت سعيدة عندما كنت ترتدين ساعة كاسيو، والآن أنت حزينة مع رولكس. وبعد تعاقد بيكي مع ساعات كاسيو قال إنها الساعة الأفضل والأجمل ويلي بتدوم مدى الحياة. أما خبرنا الثاني فهو عن عمر كمال يلي على ما يبدو عم يستعد لزفافه من سيدة الأعمال المصرية ندى كامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي. وأعلنت ندى بالساعات القليلة الماضية عن دخولها بعلاقة حب جديدة، معبرة عن سعادتها العميقة لوجود هالارتباط بحياتها بدون ذكر اسم الشخص. بس الأنباء الأخيرة أشارت لعمر كامل بسبب ظهورهم المتواصل مع بعض وتوجيه رسائل بيناتهم وسط نفي الثنائي. وبختام هالجولة الفنية خلونا نتمنى التوفيق للمخرج السوري السودير مسعود يلي بلش تصوير مسلسل مصري قصير مؤلف من حلقات من إنتاج المنصة العالمية نتفليكس، وهالعمل من بطولة آسر ياسين وركين سعد ومحمود حميدة وتأليف محمد المصري.